بالنسبة للأسعار يعني أسعار من 1200 عند 1300 و1500 عند 1800 ولقينا عند 3000 جنيه والمواطن مرتب راح يكون 700 جنيه و700 جنيه على الأسعار هذينا كيف بياخذ عيده. الغلاء الاسعار السبب الرئيسي منهن ان العلفه نشتروا فيها من السوق السوداء والمزارع نشتروا فيه شراء والراعي 1000 دينار والعلفه غاليه وقبل ناخذ فيها من الدوله ب 55 دينار القنطار. ترى عادك قديش